قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عن قناة ميديا ديزل. سيتم الشروع ابتداء من اليوم السبت في استئناف عمليات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا. ونقلت وكالة أنباء جزائرية عن الوزارة الأولى أنه تمت برمجة اليوم السبت انطلاقا من باريس ورحلة أخرى بعد الظهر انطلاقا من الدار البيضاء المغرب لإجلاء الجزائريين العالقين في المغرب، مضيفا أن 400 جزائري سيتم إجلاؤهم أيضا من تونس برا. يذكر أنه منذ بداية الأزمة الصحية بسبب تفشي وباء كورونا أجلت الجزائر أكثر من 8000 راعية. يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 31 ماي 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. ويتضمن جدول الأعمال هذا الاجتماع دراسة عدد من العروض الوزارية ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية ومخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية وترقية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب ورقمنة الإدارة وتطور الوضعية الصحية الوطنية من زاويتي مواجهة تفشي جائحة كورونا والصناعة الصيدلانية، إلى جانب آفاق الوكالة الوطنية للدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة. في إطار التحقيقات المتواصلة لمكافحة الفساد في الجزائر وخصوصا في البلديات، كشفت مصادر أنه تم الشروع في التحقيقات حول ميزانية جميع الدوائر والبلديات وذلك بداية من جون في 2010 إلى غاية اليوم. ويرتقب بعد هذا التحقيق أن تسقط العديد من الأسماء من رؤساء البلديات والدوائر خاصة الذين كانوا في عهد بوتفليقة في عهد السرقة واللامحاسبة، حيث أن أغلب رؤساء البلديات كانوا من المفسدين وكانوا ينفذون أوامر المسؤولين الفاسدين. إخوتي الكرام شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات وما هي توقعاتكم. كشف جلول حجيمي رئيس موظف شؤون الدينية والأوقاف واللجنة الوطنية للأئمة أن إعادة افتتاح المساجد في الجزائر سيكون خلال الأيام القادمة وبشكل تدريجي مع اتباع إجراءات الوقائية لتصدي لتفشي فيروس كورونا، حيث صرح قائلا نرتقب أن تثبت اللجنة الوطنية للفتوى في هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستستند هي الأخرى للمعطيات المتوفرة لدى اللجنة الوطنية لرصد وتطور فيروس كورونا. وفيما يخص عمل الأئمة ذكر حجيمي أن ذلك مرهون بما تؤكده اللجنة الوطنية للفتوى. أكد والي تندوف محيوت يوسف اليوم السبت بأن إجراءات رفع الحجر المنزلي الكلي تخص فقط تنقل الأشخاص، وأوضح بيان لمصالح الولاية نشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن العديد من النشاطات التجارية المعنية بالغلق كالنقل بكل أنواعه وسط المدينة وما بين الولايات، المقاهي، المطاعم منها محلات الإطعام السريعة ومحلات تحضير البيتزا، الحمامات والمرشات، نشاط صالونات الحلاقة نساء ورجال، محلات بيع الملابس والأحذية والسوق الأسبوع غير معنية بإعادة بعث النشاط في انتظار قرارات أخرى بخصوص هذا الشأن. وأضافت مصالح الولاية أن هذا الإجراء لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية من جائحة كورونا المبنية أساسا على ارتداء القناع الواقي، احترام مسافة التباعد الاجتماعي، وكذا تجنب كل أنواع التجمعات. المديرية العامة للوظيفة العمومية تحدد أوقات العمل تبعا للتدابير الجديدة للحجر المنزلي من تاريخ 30 ماي 2020 إلى غاية 13 جوان 2020، كما يلي: أوقات العمل ستكون من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة 7 مساء إلى غاية الساعة 7 صباحا. أوقات العمل بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة 7 مساء إلى غاية 7 صباحا، وكذا في ولاية سعيدة فستكون مواقيت العمل من 8 صباحا إلى غاية 4:30 مساء. أوقات العمل ستكون من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 3 مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدراد، طمنراست، إليزي، تندوف، وبشار، ورقلة، غردايا والأغواط، بسكرة والوادي. المديرية العامة للوظيفة العمومية تحدد هذه المواقيت تبعا للتدابير الجديدة للحجر. أما بالنسبة للمستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي وكذا المستخدمين الذين يحوزون رخصا خاصة لتنقل أثناء ساعات الحجر يبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية. قال عضو اللجنة العلمية لرصد كورونا في الجزائر الدكتور بقات بركاني إن عاملين يحكمان قرار الحكومة رفع النهائي للحجر: الوضع الصحي ومدى تحمل الوضع الاقتصادي والتجاري مزيدا من الغلق. وأوضح الدكتور بقات بركاني في تصريح له أمس الجمعة تعليقا على قرار الحكومة تمديد لمدة 15 يوما أخرى إنه جاء بناء على توصيات اللجنة العلمية وواقع الأرقام المسجلة خلال 15 يوم الأخيرة وكذا رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن الولايات
الولايات التي تم رفع الحجر النهائي عنها هي ولايات جنوبية لم تسجل أي حالة منذ أيام، بينما تم تشديده في الولايات أخرى على غرار عنابة لأن عدد الإصابات بها سجل ارتفاعا، بينما تم تمديده في باقي الولايات التي ما زالت تسجل إصابات. وعن العوامل التي تساهم في رفع الحجر نهائيا، يشرح الدكتور بقات بركاني أن اللجنة العلمية تقدم التوصيات والأرقام، لكن الحكومة لها تصورات بشأن مدى تحمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمدة إضافية من الحجر، معربا عن أمله في تقليص عدد حالات الإصابات للرجوع للحياة الاقتصادية والتجارية خاصة. وردا على سؤال هل يمكن تمديد الحجر بعد انقضاء 15 يوما، يقول رئيس عمادة الأطباء إنه إذا تم تسجيل استقرار عند 10 حالات مؤكدة يوميا مع تسجيل صفر وفاة والتزام المواطنين بارتداء الكمامات يمكن أن يرفع الحجر. أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا بركاني محمد بقات أن الجزائر ستواصل استخدام بروتوكول علاجي هيدروكسي كلوروكين الذي ساهم بصورة فعالة في علاج المصابين بهذا الوباء في الجزائر والذين لم تسجل لديهم أي أعراض جانبية لغاية الآن. وأوضح بقات الذي يترأس أيضا عمادة الأطباء أن الجزائر مستمرة في علاج المصابين بفيروس كورونا بعقار الكلوروكين الذي لم نلاحظ أي إشكال في استخدامه ولم نسجل أي أعراض جانبية لدى المصابين الذين تناولوه في إطار العلاج من الفيروس. وشدد في هذا الصدد على أن استخدام البروتوكول المذكور في علاج المصابين بفيروس كورونا بالجزائر يتم في إطار علمي مع ضمان متابعة دقيقة للمصابين تتواصل حتى بعد الإعلان عن شفائهم. ويأتي هذا التأكيد بعد الجدل الذي ثار مؤخرا عقب إصدار المنظمة العالمية للصحة لتوصيات بوقف استخدام الكلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا بعد نشر المجلة العالمية البريطانية The Lancet لدراسة تشير إلى عدم فعالية هذا العقار مع وجود أضرار له. وبالنسبة لبقاطة فإن ما تضمنته المجلة المذكورة يكتنف الغموض، الأمر الذي يثير شكوكا حول علاقة بعض اللوبيات والمخابر العالمية بما نشر، مما يجعل الأمر المتعلق بمحاولات الضغط من أجل تسويق أدوية أكثر غلاء بدل الكلوروكين الذي يعد عقارا في المتناول. وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر ترفض الدخول في هذا النوع من الصراعات وستواصل في إخضاع من يتم تشخيص الفيروس لديهم لهذا البروتوكول من منطلق تغليبه للمنفعة العامة لمواطنيها، خاصة وأن اعتماده لا يزال يكلل بالنجاح ويثبت نجاعته يوما بعد يوم. وفي سياق ذي سلة لفت بركاني إلى أن الدراسة السابقة التي تركز بالخصوص على المخاطر المحتملة لهذا الدواء في الحالات القصوى التي تكون نسبة الشفاء لديها متدنية مما قد يفسر وفيات مسجلة في هذا الإطار، في حين أن الجزائر تقوم باستخدام كلوروكين في كل الحالات التي يتم تشخيصها وليس فقط في الحالات الحرجة. كما أشار إلى أن توصيات المنظمة العالمية للصحة التي تتعلق بوقف استخدام الكلوروكين في التجارب السريرية لا تخص الجزائر التي بلغت مرحلة متقدمة من تطبيق هذا البروتوكول مع تسجيلها لنتائج إيجابية، مذكرا في ذات الصدد بأن توصيات المنظمة العالمية ليست قرارات إجبارية. ولم يخفي بقات استغرابه من الموقف المفاجئ للمنظمة العالمية للصحة خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي يتم تسجيلها على مستوى العديد من الدول بالإضافة إلى الجزائر، مذكرا بمواقف سابقة تحسب عليها للمنظمة على غرار تحركها المتأخر في إصدار توصيات التصدي للفيروس الذي كان قد بدأ في الانتشار في العالم بصورة كبيرة. وإلى غاية أمس الجمعة تماثل 5422 مصاب للشفاء بعد خضوعهم للعلاج بالكلوروكين. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.